الميزال بون والماكسيلاري بون مرتبطين ببعضهم بالاناتومي. يعني مثلا هيدا السكال، هيدا النيزل هون، وهيدا الماكسيلاري بون بالبربل، اوكي هذا النيزل بون هون وهذا الماكسيلاري بون. اذا بتشوفوا معلقين ببعض، يعني حتى كمان هيدا بيعتبروه من نيزل الفومر بربنديكولار بليت اوف ايثمويد، هذا كله بيعتبر بالنيزو ماكسيلاري كومبلكس يعني، اوكي حتى هيدي الكونكا هون كمان، فهون هيدا كله يعتبر نيزو ماكسيلاري كومبلكس. واذا بنشوف كمان هون الزيجوماتيك بون كمان يعتبر منه، هذا يعتبر كله تقريبا شيء واحد يعني، هذا النيزو ماكسيلاري كومبلكس اللي هون. طيب طيب هون عم بقول لك على الماكسيلا، بقول لك ذا ماكسيلا ديفلوبس بوست نيتال يعني بعد الولاده انتيرلي باي انترا ممبرينس اوسيفيكيشن. هذا بدك تتذكره ماكسيلا انترا ممبرينس اوسيفيكيشن، سنت ذير از نو كارتليج ريبليسمنت، لا ما عندك كارتليج رح تتغيرها، فاكيد ما في عندك اندوكوندرال اوسيفيكيشن. جروث اوكرز انتو تو ويز، الجروث بيصير بطريقتين، سوتشرال جروث يعني باستخدام السوتشرز، وسيرفس ريمودلينج. هلا سيرفس ريمودلينج لما نوصل له رح احكي عنها شو المقصود بالسيرفس ريمودلينج، اوكي which can be described as في عندك ترانسفيرس جروث، فيرتيكال اند انتروبوستيريور جروث، في عندك هون ال ما بعرف شو يكون، في عندك حي الفيرتيكال والساجيتال، الفيرتيكال او ساجيتال جروث يعني، في عندك باي ترانسفير، هيدي مش ترانسفيرسال، ترانسفيرسال هيدي بدها تتصلح هون، ترانسفيرس ترانسفيرس جروث او ترانسفيرسال جروث مش اشكال يعني. طيب الترانسفيرس احسن يعني، اذا بتغيرها بتعملها ترانسفيرس جروث، طيب هلا انا هون حاطط بالاحمر هيدا الانتر نيزل سوتشر، هيدا اللي هون هيدا اللي هون اسمه النيزل بون، اوكي هيدا النيزل بون اللي بالاورنج هون، هيدا النيزل بون، في عندك هيدا اكيد المكزيلا، وهيدا اللي بالنص هو الانتر مكزيلاري سوتشر. انا حاطط خط احمر تحت بس علمهم. هلا بطبيعه الحال في شغله بدك تعرفها يعني، اتجاه الجروث بالسوتشر بيكون بربنديكولار له، يعني هيدا الجروث، شوف كيف الجروث، هذا السوتشر شكله هيك vertical، الجروث بده يكون horizontal عليه، اوكي دائما الجروث اوف ذا سوتشر بيكون perpendicular على الدايركشن تاعه. هيدا مثلا المكزيلا هون، هلا اشرحها يعني، هيدا المكزيلا انتر ماكزيلاري سوتشر هيك vertical، الجروث حيكون بهالاتجاه داخل السوتشر. يعني انا لما هيدا هون يصير عندي سوتشر الجروث شو حيصير؟ حيجي هيدا الليفت سايد يروح شوي لهون، اوكي والرايت سايد كمان رح يجي كمان عند الرايت سايد كمان يروح لهون، اوكي هلا بطبيعه الحال الجروث اللي صار شو صار؟ صار بربنديكولار على السوتشر. برجع بعيد، هذا السوتشر سوتشر فيرتيكال، الجروث كيف صار على بربنديكولار، دائما بيكون بربنديكولار للسوتشر، اوكي طيب هلا مثل ما شفنا هون شو اللي صار هون بال صار عندي لما السوتشر كبرت انتر ماكسيلاري والانتر نيزل، اكيد هو بيشتغلوا يعني، بدكم انتر نيزل هون والانتر ماكسيلاري هون، اذا ما بيشتغلوا سوا شو بيعملوا؟ اكيد بدهم بطبيعه الحال رح تتوسع الماكسيلا ترانسفيرسي، هيك عم يزيد حجمها بالترانسفيرس، اوكي وهيدا هون كمان لما يروح الجروث تاعه اكيد حيروح حيتوسع بالترانسفيرس، هيدا هون قصدي بالترانسفيرس بالعرض يعني، اوكي قبل الجروث تنقول مثلا كان هون انتر مولر ويدث، بعد التوسع اكيد زاد، واكيد الماكسيلا كبرت كلها سوا، فهون لما بيصير جروث انا اكيد عم بعمل اكزاجريشن للصوره، مش هالقد بيكبر يعني، انا عم بس تتوضح الصوره شو هي. فاذا على الانترنيزل والانتر ماكسيلاري شو سوتش بيعطيني ترانسفيرس جروث، ماكسيلا بتتوسع الترانسفيرس، بقول لك ترانسفيرس جروث باي بون ابوزيشن باي ابوزيشن اوف بون ات ذا ساجيتال سوتشرز such as internasal and intermaxillary، يعني بينحط عضم البون ابوزيشن، يعني لما هون السوتشر يصير في عندك جروث فيها
اكيد بده ينحط بهالسبيس كله هون يعني، اوكي اكيد ما حيضل هيك يعني. انا بس انه اكيد هو مش قلت مش على قد حيكون السبيس حتى ينحط هالقد هون يعني، بس انه لما بتوسعوا المجزله الشمال عن المجزله اليمين عبر السوتشر وهون عبر الانترنيزل وعبر الانتر ماكسيلري، اكيد بده هون يصير في بون اب بوزيشن، البون بده يتحط بهالريجن. هول بيسمون ال قصده فين هيدا هون بالسجد السوتشرز، هيدا الانترنيزل والانتر ماكسيلري، هيدي هون بالسجد السوتشر قصده الانترنيزل والانتر ماكسيلري، اكيد هيدي الانترنيزل وهيدي الانتر ماكسيلري. في عندك بعد وحده الانتر بالاتاين، هيدي الانتر بالاتاين شوفها من هالفيو. الانتر بالاتاين، الانتر بالاتاين اذا بدكم بتكفي هي 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 هيدا الانتر ماكسيلري هون بكفي على الباد بصير اسمه الانتر بالاتاين. كمان رح فرجيك اياها يعني. اوكي هيدا هون الانتر ماكسيلري سوتشر، اوكي هذا الانتر ماكسيلري سوتشر بكفي من جوا بصير انتر بالاتاين. هلا هون مش محطوط على الرسمه يعني، مش محطوط على الاناتومي هون الانتر بالاتاين، بس هو هيدا اللي هون انا رسمه على الفوتوشوب يعني. هيدا هون الانتر ماكسيلري وهيدا هون الانتر بالاتاين، اوكي هيدا الانتر بالاتاين سوتشر، هيدا المقصود فيه يعني رسمه انا هون. هلا هيدا بطبيعه الحال كيف الاورينتيشن تاع السوتشر هيك بده يكون بيربنديكولار لإله الجروث يعني، بده يصير الجروث بيربنديكولار لإله، فيعني هيدا سوري هيدا اللي على اللفت البيشنت يعني لفت بده يروح هيك ويصير في جروث، وهيدا اللي على الرايت بده يروح هيك اكيد يعني، واكيد هذا اللي بيناتهم بيعبي بون يعني، بصير عندك بون ابوزيشن، فهيك كمان بتكبر المكزيلا انت بالانتر بالاتاين سوتشر يعني، عبر الانتر بالاتاين سوتشر وانتر ماكزيلاري والانتر نيزل. انتر بالاتاين هيدا اللي هون وهيدا هون الانتر ماكزيلاري وهيدا الانتر نيزل. هلا بنقرا بقول لك ترانسفيرس جروث كيف بيصير، بقول لك باي اوبوزيشن اوف بون، لما بينحط بون قد سجد السوتشرز بسجد السوتشرز اللي هن بالنص ساتش اذ انتر نيزل، عرفنا شو هو الانتر نيزل، هيدا الانتر نيزل انتر ماكزيلاري هيدا اللي هون انتر بلاتاين جوا، بقول لك هول ذا اكتيفيتي هول السوتشرز ديكريس ات ذا اند اوف ذا فيرست يير، يعني هول بيكونوا اول شيء اكتف ايمتا بالفيرست يير، الفيرست يير بيكونوا كثير اكتف، بس بتقول لك بس ذي كونتينيو فورمينج اوستير تيشو فور ا لونج بيريد، يعني هو بكفوا يحطوا بون فور ا لونج بيريد، بس هن المين اكتيفيتي تاعيتهم بالشو اسمه بالفيرست يير اول ما بيخلق الطفل يعني. بقول لك اولسو ابوزيشن اوف بون، يعني وين بينحط كمان بون ات ذا اكسترنال اسبيكت اوف ذا ماكسيلا، وين اكسترنال اسبيكت يعني هون اون ذا ماكسيلا اون بوث سايدز ات ذا بريمولر ريجنز، يعني هون بينحط على ات ذا بريمولر بينحط بون، بقول لك باي سيرفس ريمودلينج، يعني انا بيجي هون يعني هيدا هون اللاترال، هيدا الكين، هيدا هون البريمولر بيجي هون بينحط بون، يعني انا رح اقول لك شو قصده، يعني بيجي هون على هالمحل بالريجنز بصير في عندي ابوزيشن للبون. طبيعة الحال لما انا احط بون هون رح احطه بحاول بغير لون يعني، رح يجي هون على البريمولر هيدي المجزلة رح ينحط شوية بون برا، فأكيد لما بينحط برا على البريمولر ريجن يعني طبيعة الحال الحين لما ينحط هون أكيد المجزلة كمان هيدا اللانك فيها رح يزيد يعني، أوكي فبينحط بون على البريمولر ريجن. قبل ما اشرح شو هي السيرفيس ريمودلينج ان هيدي رح تنشرح هون رح كفي شوي، هيدا اللي هون اخذينه قبل فيرتيكال اند انتر بوستير، هيدا حكيت عنه لما حكيت على الهيد جير كيف بيكبر الماكسيلا، قلنا في عندنا اربع سوتشرز برا لبعضهم، هيدا هون زي موتيكو ماكزيري، وقلنا في عندنا الفرونتو ماكزيري سوتشر والتمبرو ماكسيلاري سوتشر والتريجو بالاتاين، التريجو بالاتاين هذا اللي هو هون، هذا زيجوماتيكو ماكسيلاري، الفرونتو ماكسيلاري مش 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 مش, مش حاطط له سهم هون، افرجيك اياها على ال هذا زيجوماتيك بون وهذا التمبرال، هذا هون في سوتشر زيجوماتيكو تمبري سوتشر، هذا زيجوماتيكو ماكسيلاري سوتشر، هيدي هون الفرونتال بون، هذا الماكسيلاري بون، هذا اللي هون الفرونتو ماكسيلاري، وهذا في عندك واحد ورا هون مش مبين تريجو ماكسيلاري سوتشر، هذا ورا المندبل اللي بيجي هون، هيدي المندبل لو بيقدر يشيله كنت فرجته، بس هذا هون بيقول لك هيدا التريجو ماكسيلاري، يعني هون بفرجي لك اياه، هذا هو التريجو ماكسيلاري سوتشر، قلنا هول بيكونوا بارالل لبعضهم وهول بياخذوا لي الفيس داونورد اند فورورد، رح ارسمها على الفوتوشوب اشرحها، بس انه هذا اخذينا قبل يعني. طيب هلا انا هون بالسكال قلنا في اربع سوتشر تقريبا بارالل لبعضهم، هذا هون الزيجوماتيكو ماكسيلاري، هذا اول سوتشر
انه هو الاربعه تقريبا برا على بعضهم. سوري كبير الخط. هون هيدا زيجوماتيكو ماكسيلري اول واحد، هيدا هون زيجوماتيكو تمبورال. ما انه 100% برال بس تقريبا برال لبعضهم فعليا. يعني في عندك هيدا هون هيدا الفرونتال بون وهيدا الماكسيلري بون، فعندك هيدا كمان، في عندك اخر سوتشر يلي هو هيدا التريكو ماكسيلري، هيدا اللي هون، هيدا التريكويد بون، هيدا التريكو تقريبا هون، يعني تقريبا محل هون. في عنا هولي كلهم قلنا كيف بيشتغل السوتشر، بدك تعمل 90 درجة بعكسه، يعني هيدا هون بدك تعمل 90 درجة جروث، بيجي تقريبا هيدا هيك، هيدا الجروث بوتنشال تاعه هيك، هيدا الجروث بوتنشال تاعه كمان هيك، هيدا الجروث بوتنشال هيك هون، وهيدا الجروث بوتنشال تقريبا هون. إذا بتشوف كله عم بي كيف رايح بأي اتجاه، الأربعتهم داونورد اند فورورد كلهم رايحين لتحت ولقدام، يعني اوكي كلهم اتجاه الجروث تاعهم داونورد اند فورورد. هون بيساعدوا هو بيساعدوا الماكزيلا او النيزو ماكزيلي كومبلكس يقرب لقدام، يمشي داونورد اند فورورد. اكيد فورورد يعني بحكي على انترو، على انترا بوستيرير، داونورد عم بحكي اكيد فيرتيكال، فهول حيكبروا للماكزيلا ان انتيرو بوستيرير دايركشن ان فيرتيكال دايركشن. رح نفرجي كيف، يعني اذا افترضنا هيدا الماكزيلا هون، هيدي لما الماكزيلا هون حسوتشر هيدا حي حيصير في عنده شويه سبليت تيعمل بون، كيف رح تمشي الماكزيلا؟ رح اكيد رح اعمل شويه اكزاجريشن انا، رح تجي الماكزيلا هاللي هون حتمشي مثل ما قلنا بربنديكولر لهيدا السوتشر، فرح تمشي هيك. فكيف مشت المجزلة؟ مشت انتيريرلي ونزلت لتحت، فازداد الفيرتيكال تاعها. اوكي اكيد هو كل هيدا مفروض يرجع يعبي بون، يعني بس انه اكيد مش هالقد الموفمنت يعني. هلا بطبيعه الحال اذا كمان على الزيجوما كمان بينه وبين الفرونتال، كيف رح تكبر الزيجوما؟ هلا انا رح اجمعها مع المجزلة، يعني هي مرتبطه فيها، كيف رح يمشي؟ قلنا هيدا رح يمشي هيك كمان، يعني هيدا اذا بدنا نقربها لهون حتمشي، سوري رح يمشوا اثنيناتهم بربنديكولر للسوتشر هيدا اللي هون، فاثنيناتهم رح يقربوا، يعني اثنيناتهم رح يقربوا، يمشوا كمان داونورد اند فورورد. اوكي وزيت الشيء على هون على هيدا على النيزو فرونتال، واكيد على هيدا اللي كمان اللي هون على التريجو ماكسيري كمان رح يمشوا داونورد اند فورورد. هيدا بطبيعه الحال عم بيزيد لل الفيرتيكال دايمنشن تاع الماكزيلا، وعم بيزيد اكيد الانترو بوستيرير دايمنشن. فهون عم بيقول لك فيرتيكال اند انترو بوستيرير جروث تاع الماكزيلا كيف بيصير، بقول لك ذس اكومبلشد ان تو ويز، a position of bone at the sutures مثل ما شفنا هون على السوتشرز هون that connect the maxilla to the cranium، يعني مثل هيدا الزيجوماتيك ماكسيلي زيجوماتيك تمبورال والكرانيال بيس اللي بيعملوا لهم كونكشن مع الكرانيال بيس، مثل مثلا الفرونتو ماكسيلي سوتشر تنقول مثلا such as تمبرو، حاطتهم كلهم سوا هون كرانيوم اند كرانيال such as زيجوماتيكو تمبرو زيجوماتيك مثل زيجوماتيك تمبورال ذات الشيء، ماكسيلو زيجوماتيك مثل زيجوماتيك ماكسيلي ذات الشيء، تريكو بالاتاين او تريكو ماكسيلي في منهم بسموها كمان ذات الشيء، وفرونتو ماكسيلي سوتشر. بقول لك ذيس هول اربع سوتشرز ار بارالل تو ايتش اذر، اوكي هول تقريبا بارالل لبعضهم، اند ذي اورينت ذا دايركشن اوف فيشال جروث داونورد اند فورورد، هول بيخلوا الفيشال جروث يصير داونورد فورورد، بينزلوا الماكسيلا لتحت ولقدام. طيب هلا رح احكي على السيرفيس ريمودلينج ميكانيزمز اوف بون جروث، هون هيدي رح اشرحها حتى نشرح شو هو البون ريمودلينج، يعني كيف البون بيكبر.
هلا قلنا انه البون بيتكون يا باندوكوندرا اوسيفيكيشن او انترامبرينس اوسيفيكيشن. طيب بعد ما تكون البون افتر اوستيوجينيسيس فيرذر جروث اوف بون تيكس بليس باي سيفرال ميكانيزمز. احنا قلنا انه في عده طرق حتى يكبر منها البون. هلا وحده مش من هالطرق، وحده مش من هالطرق انه يصير في عندي انترستيشال جروث. قلنا البون ما بيعمل انترستيشال جروث، ما بيكبر من الداخل. هون شو قايل لك؟ بونز نوت جرو باي سمبل سيماتريكال انلارجمنت. يعني هالماكزيلا حتى نقول نحن اوكي، هالماكزيلا على ارض الواقع الماكزيلا ما في عظمه ممكن تكبر بهالطريقه سيماتريكال انلارجمنت، بصير تكبر بتعمل هيك، مش ممكن. ان البون ما بيعمل انترستيشال جروث، البون ما في يكبر من الداخل يعني اوكي، ما حيصير في عندي سيماتريكال انلارجمنت يعني يكبر من كل المحلات بذات القدر. لا البون ما بيكبر هيك. قلنا طيب، قال لك هون growth of craniofacial bones is complex، معقد، involving differential growth mechanisms. شو يعني differential growth؟ يعني differential، فرق بين شيء وبين شيء. انا رح اعطيك مثل شو يعني differential. طيب هلا نحن هون رح نشرح شو differential growth. انا بدي هيدا المانديبل يكبر، شوفوا شو حاجه، رح احط اعمل bone deposition هون على البوستيرير. هيدا الريمس، هذا بسموه الريمس، هذا اللي هون بيسموه the ramus of the mandible. هيدا من هون كل هيدا، واكيد مع هيدا ومع هيدا، كل هيدا اللي هون هيدا بيسموه the ramus of the mandible. هيدا الكوربس او البادي، من هون لهون هيدا بيسموه الكوربس اوكي، هيدا الكوربس او البادي of the mandible. طيب هلا انا بدي كبر الريمس، هيدي كمان صورة للريمس حتى تكون واضحة. هيدا الريمس هون، وهيدا هون بطبيعة الحال البادي، مطرح ما هو عم بيأشرك هيدا البادي وهيدا الريمس اللي هون اوكي. طيب هيدا المحل اللي هون اسمه posterior part of the ramus، وهيدا هون الانتيرير بارت اوكي. هيدا الانتيرير بارت اللي هون اللي مطرح انا عم مشي، هيدا الانتيرير بارت، هيدا posterior بارت. طيب انا بدي كبر المانديبل، كيف رح كبر؟ رح اعمل هون differential تعبير growth، differential growth. كيف رح اعمل هالdifferential growth؟ جيت انا هون على posterior، رح حط هون بون اوكي، رح بلش حط بون هون وشوي من على الكوندايل. يعني رح بلش حط بون، اول طبقه من البون والثاني طبقه من البون هيدا، وهيدي ثالث طبقه من البون. طيب انا هلا حطيت ثلاث طبقات من البون على الريمس. طيب هيدا الريمي، هيدا المانديبل، اذا بضلني بحط بون من دون ما اعمل ريزوربشن محل معين رح يصير كتير ثك اوكي، رح يصير كتير تقيل يعني ببطل يعمل الفانكشنز اللي لازم يعملها. طيب عاد هيك شو بيصير؟ بيصير اوقات في هون ريزوربشن على الانتيرير بارت، بيجي المانديبل على الانتيرير بارت اللي هون، بيصير في عندك ريزوربشن. طيب هيدا الريزوربشن عندها هدفين هون، تخلي thickness of the ramus ضمن شيء مقبول اوكي، وبارت منه انه هون بده يطلع الثيرد مولر. الثيرد مولر اذا هيدا البارت ما عمل ريزوربشن كيف بده يطلع الثيرد مولر؟ كثير مشاكل امباكشن باللور بتصير انه هيدا الانتيريور بارت اوف ذا ريمس ما عاد عم يعمل ريزوربشن. فلما الانتيريور بارت اللي هون اوف ذا ريمس يعمل ريزوربشن، شغلتين رح تصير منه، حيحافظ لي على thickness مقبوله للريمس. انا ما بدي كثير هون ثيكنس على الاخر، ما بدي اياك كثير يكون سميك الريمس اوف ذا مانديبل، بدي يكون سماكته مقبوله. والشغله الثانيه اللي بيعملها هو انه حيخلي لي سبيس لحتى اللور مولر يطلع. طيب اللور ثيرد مولر يطلع او حتى يعني هي بتبلش اول شيء الريمس مش بس للثيرد مولر، يعني للسكند مولر وللفيرست مولر. اذا هون ما نعمل ريزوربشن بالجروث ولا واحد من المورس بيطلع. طيب انا لما جيت لهون شو عملت؟ حطيت ثلاث طبقات من البون، بينما هون شلت طبقه واحده من البون. هيدا اسمه ديفرنشال جروث. ليش انا شلت من ميلي شلت ثلاث مرات هون بس، عفوا على هالميلي حطيت ثلاث مرات بون، هالميلي حطيت مره واحده، هالمره عفوا هالميلي الانتيرير شلت بس طبقة واحدة من البون، بينما هالميلة حطيت ثلاث طبقات من البون. فأنا هون في عندي differential، في فرق يعني، في فرق بين اللي عم حطه واللي عم
بين البون اللي حطيته وبين البون اللي شلته. طيب اذا حتى بس كمان نوضح شغله، اذا انا حطيت طبقه بون واحده من هون، بس طبقه واحده، وجيت انتيريرلي، صار حاجه احطها من هون هالطبقه، انا حطيت طبقه بون واحده وجيت على الانتيريور بارت شلت بس طبقه واحده، هيدا بطل ديفرنشال جروث، هيدا ما عادش ديفرنشال، هذا زي اسمه بس ابوزيشن ريزوربشن، هيدا ما عندي هون ديفرنشال جروث، وهون عم حافظ على الثيكنس بتاعت البوم مثل ما هي. يعني الطبقه اللي قبل ما اشيل فيها هيدي الثيكنس تاع الريمس اللي قبل ما اشيل فيه، ومن بعد ما حطيت هون بوستيريوري، من بعد ما شلت هو بعضه، انا ليش انا هون حطيت طبقه واحده من البون، جيت شلتها من هون، الثيكنس السماكه بتاعت الريمس تقريبا مثل بعضها، ما تغير شيء، رح ارجع عيد. يعني انا تقريبا كان الثيكنس اوف ذا ريمس من هون 101 تقريبا، من بعد ما حطيت طبقه صارت نقول 107، من بعدها شلت هالطبعه رجع تقريبا 101. اوكي، فانا هون ما غيرت الثيكنس اوف ذا بون، الثيكنس اوف ذا بون ضله مثل ما هو، هيدا ما اسمه ديفرنشال جروث. ديفرنشال جروث امتى بيصير؟ اذا انا بيجي هون مثلا بحط طبقه واحده من طبقتين من بون، تقول هيدي اول طبقه من البون حطيتها، جيت كمان حطيت طبقه ثانيه، جيت انتير للري شلت بس طبقه واحده، هون هيدا الثيكنس تاع المندبل اكيد كبر تاع الريمس، يعني حطيت طبقتين مجرد شلت طبقه. انا كان اول شيء 101، بعدنا حاطينه كان 101 هون، لما عملت هالشيء انا صار 110. اوكي، فهيدا المندبل كبر، صار هون صار في عندي differential growth. اوكي، هيدا اسمه differential growth. هلا هيدا differential growth هون بوزيتيف، في يكون هيدا differential growth كمان نيجاتيف. شو يعني يكون نيجاتيف؟ يعني انا مثلا ممكن اجي من هون شيل طبقتين بدل طبقه واحده، ها هيدي اول طبقه شلتها، وارجع كمان شيل طبقه ثانيه، واجي posteriorly بس لي طبقه واحده، هيدا differential growth، بس هيدا هون نيجاتيف. اوكي، هيدا هون الثيكنس قل، يعني اوكي الثيكنس قل، يعني انا شلت اكثر ما حطيت. يعني مثلا هون بيقول لك صار مثلا 99، اذا بحطه من هون بيقول لك تقريبا 99، فانا كان 101، فهيدا معناتها قل. اوكي، طيب هيدا هو differential growth. differential growth شو يعني؟ مايلي عم بعمل ابوزيشن، عم حط بون، مايلي عم بشيل، عم بعمل ريزوربشن. طيب هلا بنفهم شو هيدي، بقول لك growth of craniofacial bones is complex، معقد، involving differential growth mechanisms and different types of development for the individual bones. يعني مش كل البونز بشيل ال بحط بون وبينشال من المايل الثانية قد بعضهم، لا، كل وحدة كل بون مختلفة يعني. اوكي، طيب بيقول لك some of the important growth mechanisms include the growth mechanisms تاعو البون شو هن؟ إلا أكيد interstitial، إذا جاب لك بالامتحان للبون interstitial growth دغري أكس، ما في شيء اسمه interstitial growth، ما في بالبون، ما في interstitial growth. البون remodeling هيدي هلأ اللي حكيتها اسمها بون remodeling، اللي عملته من شوية أنا البون remodeling، لما حطيت هون بون، لما حطيت من posterior بون وهون شلت بون انتيري، هيدا اسمه بون ريمودلينج. اوكي، هيدا المصطلح، من ميلي بحط بون من ميلي بشيل، اسمه بون ريمودلينج. ريمودلينج معناتها اعاده التشكيل. اوكي، البون ريمودلينج. طيب لا احكي عنه واحكي على الكورتيك دريفت، احكي على الديسبيسمنت والترانسليشن. طيب البون ريمودلينج شو بيقول لك هون؟ اسد ايرلير بون داز نوت جرو يونيفورملي ان اول دايركشنز، البون ما بيكبر سيمتريكال او يونيفورملي او بشكل موحد من كل المحلات، ما عنده شيء اسمه انترستيشنال جروث.
بقول لك سلكتيف بون ريزوربشن اند ديبوزيشن، مثل ما انا كنت عم بعمل هون، عندي سلكتيف انتقائي، محلات بينحط بون، محلات بينشال بون. اوكي، قال لك سلكتيف بون ريزوربشن اند ديبوزيشن اوكرز ويتش از كولد ريمودلينج. هيدا الوضع البون والانتقائيا محل واحد بنقيه وازاحته من محل تاني، هيدا اسمه ريمودلينج. اوكي، موديل التشكل، ريمودلينج اعاده التشكل، ريمودلينج الموديل يعني عنده شكل، هيدا الموديل يعني في شكل عنده. انا بقول اي موديل سمثينج، انا عم بعمل له شكل. هيدا الماندبل هو مثلا كان عنده شكل الريمس، انا عملت له ريمودلينج لما حطيت بون ورا، شلت بون من قدام، عملت ريمودل، عملت اعاده تشكيل له، عم غيره نوعا ما شوي بشكله. اوكي، مش عم غيره شكله بالمره، الشكل الرئيسي بعده مثل ما هو، بس عم غير شوي، عم بعمل بالديتيلز اللي فيه عم غيره. اوكي، مش الشكل كله عم يتغير مثلا، لا عم غير بالديتيلز، عم بعمل ريمودلينج. هون عم بقول لك ريمودلينج از ا بيسك جروث بروسس، يعني هيدا ريمودلينج شيء جروث بروسس، يعني عمليه الجروث اساسيه طبيعيه. اوكي، اساسيه الريمودلينج، بروفايدنج ريجنال تشينجز. هيدا الريمودلينج ريجنال، ريجنال يعني محلي، محل معين، اقليمي، شيء بمحل. انا هون لما كنت عم بعمل بون ديبوزيشن، كنت مش حكي للمندل، كنت عم بعمل بون ديبوزيشن، كنت عم بعمل بس هون على البوستيرير بارت، وعم شيل من هون من الانتيرير بارت. ريجنال، محل معين. اوكي، مش على كل الماندبل. قال لك providing regional changes in the shape، بشكل الماندبل، بالدايمنشن، اذا كان في عندي positive growth differential رح يكبر الماندبل الريمس، اذا كان في عندي negative اكيد حيصغر. and proportions، اكيد رح غير proportions كمان فيه من البون. يعني هيدا انا اللي عم قوله، مش بس بصير بالماندبل، يعني الريمودلينج بصير اكيد بالماكسيلا، بالزايجوما، بهون بهاي بارت بالتمبورال بون، بالسكال، بكل محلات السكال بصير فيه ريمودلينج، محل بينحط فيه بون، محل بينشال. انا بس عطيت مثل يعني. اوكي، بيقول لك along with an increase in size، امتى بصير في عندي increase in size؟ لما بيكون هذا الجروث ديفرنشال بوزيتيف، لما هذا الجروث ديفرنشال اللي هون اللي حكينا عنه، لما يكون differential growth positive، اكيد حيصير في عندي an increase in size. لك البون ريمودلينج بيعمل لي increase in size، بالاضافه ل it facilitates constant reshaping of bone، بيغير شكل البون شوي، مش بس بيزيد الحجم اذا كان الجروث differential positive، لا بيغير شوي من شكل البون، while maintaining the integrity and the basic shape of bone، بينما يحافظ على الانتجريتي، على انتجريتي، على تماسك البون. البون حيكون متماسك. انا لما بس عم زيد من هون بون، او عم شيل من محل صغير بون، هيدا البون صار متماسك، مش كله شوى. انا مش كله، مش بكل المحلات عم شيل بون، انا مش عم شيل مثلا بون من هون ومن هون ومن هون. اذا بشيل مثلا بون من هالمحلات، حيبطل فيه تماسك للماندبل، رح يفرض. فانا بزيد بمحلات وبشيل من محلات، وهيدا الشيء اكيد حيحافظ لي على تماسك البون. واكيد انا عم حافظ على البيسك شيب اوف ذا بون، عم غير بشكل شوي، بس شكله الاساسي الطبيعي مش عم غيره. بقول لك ريمودلينج اولسو بروفايدز ريجنال ادجستمنتس ان ذا بون نيدد فور ادابتيشن تو تشينج ان فانكشن. يعني مثلا اذا في عندي مثلا الماستيكيشن كثير قوي، عندي المسيتر كثير قويه، هون عندي مثلا المسيتر، هي المسيتر بتقعد هون، اذا المسيتر كثير قويه، اكيد بهالمحل مطرح ما عامل اتشمنت للمسيتر، البون بده يصير بنعمل له ديبوزيشن زياده. فهيدا ريجنال تشينج. اذا انا مثلا المسيتر عندي اياها ويك، اكيد البون اللي هون رح يكون ويك يعني. اوكي، فهو الريمودلينج كمان بيتاثر بالفانكشن اوف ذا ماسل اللي قاعده على البون يعني. طيب هلا رح اشرح الكورتيكال دريفت. الكورتيكال دريفت انا بفضل اشرحها اكيد كمان على الفوتوشوب، بتصير اوضح لك شو يعني كورتيكال دريفت، واكيد بدي اشرح الديسبيسمنت. هو هون مش شارحهم، انا هون عم بضطر اشرحهم عشان تفهم المحاضره اللي بدها تيجي هلا يعني. هيدا مضطر اشرح فيها تتعرف شو يعني الديسبيسمنت والترانسليشن والكورتيكال دريفت. طيب انا هون حتى اشرح الكورتيكال دريفت، جيت عملت رسمه البون، هيدا اللي هون البيريوستيوم، هيدا الكورتيكال هون الاحمر الاندوستيوم، قلنا الكورتيكال بون في طبقه الليبيا اللي عليه
اسمها البيريوستيوم، الطبقة اللينجوال اسمها الاندوستيوم، هون في عندي الكانسلس اكيد، هذا هون الكورتيكال بون على الميل الثاني يعني. طيب انا كيف بشير عندي اسمه شيء اسمه كورتيكال دريفت؟ دريفت يعني انتقال، كلمة دريفت واحد عم يعمل دريفت، ميزيال دريفت بسمعه اكيد بالتنشر، ميزيال دريفت، فشيء عم يقرب لقدام او دريفت عم ينتقل من محل لمحل. طيب شو قصده بالكورتيكال دريفت؟ الكورتيكال هو هيدا الاخضر. طيب هيدا الاخضر لما يصير في عندي كورتيكال دريفت شو المقصود فيه؟ هقول لك شو المقصود فيه. طيب انا هون رح بلش اعمل بعمليه الدريفت. كيف شو هي عمليه الدريفت؟ البيريوستيوم اللي هيدا بالاصفر هيدا اللي هون ببلش بده يعمل بون. هلا انا رح شوي زيحه هيدا حتى احط البون. البيريوستيوم حيبلش يعمل هون فورميشن، رح يجي هيدا المحل اللي هون ينحط عليه بون. هيدا المحل رح يتعبى بون. انا رح اعبي كل شيء بالاسود هيدا حتى نفرقوا عنه. اتعبى بون هون. هلا اذا انا بشوف اللي صار، البون الكورتيكال بون وين كان يخلص؟ كان يخلص هون. هلا الكورتيكال بون بعد ما زدت بون وين صار؟ وين صار البون يخلص؟ صار يخلص بمحر راي على اليمين اكثر بعيد. قبل ما احط البون كان الكورتيكال بون بيخلص هون. بعد انا ما زدت البون انتقل على اليمين البون، اوكي؟ صار عامل دريفتنج. طيب بعد في شيء بصير بالدريفت، شو هو؟ على ميلة الاندوستيوم اللي هون، هيدي هالميلة اللي هون على الاندوستيوم، هيدا بالاحمر هون الاندوستيوم، هيدا هون البيريوستيوم. على ميلة الاندوستيوم بارت من البون هيدا القريب من الكورتيكال بده يتاكل. هيدا البارت يلي هو القريب من الكورتيكال هيدا بيتاكل، بيعمل له ريزوربشن. اوكي طيب هلا اذا سوري هلا اذا بقارن وين كان البون وين صار الكورتيكال، عمل دريفت كله سوا. اذا بتطلع هون الكورتيكال كان قاعد بهالمحل، اوكي؟ قاعد هون كان الكورتيكال مع هاللاين اللي عم برسمه انا من هون لهون. بعد ما انعمل بميلي هون عميلة البيريوستيوم ابوزيشن للبون، وبعد ما انعمل على الميلي الثاني ريزوربشن، وين صار الكورتيكال؟ صار الكورتيكال هون بعيد، كان هون انتقل على هالميلي صار هون، اوكي؟ تغير البوزيشن اوف ذا بون، البون كان بمحل صار بمحل ثاني يعني، اوكي؟ ارجع اعملها تشوفها كلها سوا. البون كان هون، هيدا قبل الدريفت. لما حطيت اسود هون انتقل لهون البون، ولما شلت البون من هون كمان غير بوزيشن، فهذا اسمه كورتيكال دريفت. الكورتيكال بون هو اللي عم بيغير بوزيشن، اوكي؟ هذا اسمه الكورتيكال دريفت، هذا هو الدريفت لما الكورتيكال بون بيغير بوزيشن. رح اعطي مثل عليها كلينيكال يعني تفهمها هون على الصوره هون. تخيل معي هيدا اللي عندك تشن انت، طيب انا هلا هون على تشن، هيدا هون الكورتيكال بون من قدام، تخيل هيدا عندي الاندوستيوم، هيدا هو اللي عم تشوفه انت هون الاندوستيوم بالاحمر، تخيل هيدا الاسود اللي رسمه انا هو هيدا الاندوستيوم. البيريوستيوم ما رح احطه هون بس انا بدي اشتغل هون فبشطح فيه. البيريوستيوم هون، هيدا البيريوستيوم مطرح اللي انا شلته هلا، هيدا هو البيريوستيوم وهيدا هون الاندوستيوم. طيب تخيل معي كيف رح يصير دريفت هون. رح اجي انا هون حط بون بالكورتيكال، عم حط انا بون هون، عم زيد البون. الكورتيكال هون زاد، رح اجي من جوا شيل شوي من البون. هيدا بهالطريقة هيدي اللي صارت، أكيد هيدي رح تقرب لهون الاندوستيوم يعني، الاندوستيوم أكيد كله رح يقرب يعني يصير، مش حيضل فيه فراغ يعني. الاندوستيوم هيدا اللي هون
هيرجع يسكر هيدا اللي هون يعني. اوكي فانا بهالطريقه بكون عملت كورتيكال درفت، نقلت الكورتيكال بون من محل لمحل. اوكي هذا هو الكورتيكال درفت باختصار يعني. بقول لك هون بالكورتيكال درفت بقول لك ذا كورتيكال بليت كان بي ريلوكيتد، بعيد البوزيشن تاعه، ريلوكيشن اعاده التموضع يعني، باي سيمالتينيوس ابوزيشن اند ريزوربشن يعني سيمالتينيوس شيء بيصير بذات الوقت. ابوزيشن اند ريزوربشن بروسيس اوكيرينج اون ذا اوبوزينج بيريوستيل اند اندوستيل، انتبهوا مش على غير بون، اوبوزينج بيريوستيل اند اندوستيل. اوكي مش مثل البون ريمودلينج بينعمل على تو ديفرنت بارت، لا هيدا على ذات البون بارت بس بالبيريوستيل والاندوستيل سيرفيس منهم. اوكي فهيدا عم بيقول لك بيصير ابوزيشن وريزوربشن اون ذا بيريوستيل اند اندوستيل. بيقول لك such a combination of simultaneous deposition and resorption results in a growth movement toward the depositing surface. مثل ما عملت انا على الشن، مطرح ما حطيت depositing للبون مش الجروث عبره. اوكي هذا هو الكورتيكال درفت باختصار يعني. هذا هون اللي حكيت عنه انه اذا 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 كترت الثيكنس اوف ذا بون، هذا الباراجراف اللي هون هي انا شرحت فيها الجروث ديفرنشال، انه اذا كان في عندك ال الابوزيشن اكثر من resorption الثيكنس اوف ذا بون لحد، اذا كان ال الابوزيشن اقل من ريزوربشن ثيكنس اوف ذا بون لحد، هذا حكيته يعني. اوكي هيدا كمان قلتها. طيب ديسبيسمنت، شو الديسبيسمنت؟ في شيء اسمه برايمري ديسبيسمنت، في شيء اسمه سكندري ديسبيسمنت. البرايمري ديسبيسمنت لا راح اشرحها كمان، اعطي مثل. انا هلا هون بدي احرك الماندبل، هيدا الماندبل بدي خليه يكبر، الماندبل بدي الماندبل بدي كبره للماندبل. اوكي قلنا هيك ما بقدر اكبر الماندبل سيمتريكال، مش ممكن. طيب كيف طيب بدي اكبر الماندبل؟ انا اذا بتشوفوا ورا الماندبل بشو قاعد؟ قاعد بالكوندايل. طيب هون الماندبل انا بالحياه الطبيعيه كيف بدي اكبر الماندبل والكوندايل اللي ورا اذا هون في عندي الفصه؟ مش هتخليني هيدا العظم اللي هون ما حيخليني، انا هون في عندي عظم بوجهي. كيف هيدا الماندبل اللي هون بده يكبر يصير هيك هو في وفي عظم محاوته؟ طيب لحتى يكبر الماندبل بده في شيء اسمه ديسبيسمنت، بيتحرك الماندبل. يعني هيدا الماندبل اللي هون بيعمل ديسبيسمنت، بينتقل من محله. طيب شو سبب ينتقل من محله؟ انت بتتذكر حكيتك عنا هيدي الماتريكس ثيوري، هيدي الفانكشنال ماتريكس ثيوري تاعت ملفن موس. هيدي واحد من الاشياء اللي هو مش قايلها عنه، هو مش ذاكرها، بيقول لك انه الماسلز والسوفت تيشو، الماسلز والسوفت تيشو هن اللي بيخلوا الماندبل يغير بوزيشن. يعني انا اذا بدي احط هون بود بوزيشن، الماسلز والسوفت تيشو اللي قاعدين على الماندبل بياخذوه لقدام، لما بياخذوه لقدام بصير في عندي سبيس حط بون. اوكي هيدي احد النظريات بتقول لك ليش الماندبل بيقرب لقدام. انا اطلع معي بعيد، انت هون اذا في حدك عظم مش معقول تزيد عظم، كيف بدك وين بدك تزيد عظم؟ لما الماندبل انتقل عمل ديسبيسمنت، انتقل من محل لمحل، صار في عندي محل والله هون حط عظم فيه. اوكي هلا مثلا لما انتقل الماندبل صار بقدر احط. طيب مين المسؤول عن الديسبيسمنت؟ الفانكشنال ماتريك ثيوري بتقول لك الماسلز معلقه على الماندبل والسوفت تيشو يعني والكبسول واشتغلت هن المسؤوله عنهم. اوكي هيدي هلا في نظريه تانية، في نظريه تانية، بس اكثر واحدة بتقول لك اكسبتابل هلا هي الفانكشنال ماتريك ثيوري، انه هيدا السوفت تيشو بيخلي الماندبل يقرب لقدام حتى ينعمل بون ديبوزيشن ورا. اوكي هيدا اللي خلاني اعمل بون ديبوزيشن، هيدا اسمه برايمري ديسبيسمنت. شو يعني برايمري ديسبيسمنت؟ الماندبل هو منه لحاله تحرك، ما في بون تاني حركه، الماندبل منه لحاله هو اللي تحرك. اوكي السوفت تيشو تاعين الماندبل قربوا لقدام، صار في عندي سبيس قدر ينتقل. طيب تخيل معي هلا شيء اسمه سكندري ديسبيسمنت. شو هذا السكندري ديسبيسمنت؟ رح اشرح هيدا على الماكزيلا، هيدي الزيجوما هون، الزيجوما بدها تكبر لقدام. طيب اذا الزيجوما معلق فيها الماكزيلا اتاشت فيها بسوتشر، كيف بدها تكبر؟ مستحيل، بعيد.
الزيجوما بدها تعمل اكسبانشن، بس الزيجوما هون معلقه بالماكزيلا. طيب كيف بدها تعمل اكسبانشن اذا الماكزيلا قدامها؟ بتحط فورس على الماكزيلا، الماكزيلا شو بيعمل؟ بيزيح. هيدا الماكزيلا اللي هون، تعي ماكزيلا. لما الزيجوما بتحط فورس عليها للماكزيلا، لما هتحط فورس من الزيجوما على الماكزيلا، الماكزيلا شو بده يعمل؟ هيعمل ديسبيسمنت، هيزيح. هيدا اسمه سكندري ديسبيسمنت. نتيجه شو هيدا؟ نتيجه انه الزيجوما هي عم تعمل اكسبانشن، حطت فورس عليه. اوكي، هلا صار في عندي سبيس للزيجوما لحتى تكبر. اوكي، بعيد. هيدا سكندري ديسبيسمنت، يعني سكندري شيء تسبب فيه شيء تاني. شو اللي تسبب بالديسبيسمنت تاع الماكزيلا؟ شو اللي خليه يقرب لقدام؟ البريشر اللي عم تحطه عليه الزيجوما، الزيجوما تعمل اكسبانشن، عم تحط بريشر على الماكزيلا هيك. حطت بريشر عليه. الماكزيلا شو بده يعمل؟ نتيجة البريشر بده يغير محله، هذا اسمه سكندري ديسبيسمنت، اوكي؟ وزيت الشيء بالماندبل يعني. بالماندبل سكندري ديسبيسمنت بيتحرك نتيجة مثلا الكرانيال بيس، اوكي؟ البوستيريور كرانيال بيس بالماندبل، بالماكزيلا نتيجة الانتيريور كرانيال بيس، اوكي؟ انا بس عم بشرح شوي من دون ما افوت بالتفاصيل، بس بدي اكثر شو هني هو ديسبيسمنت برايمري وسكندري وهالشغلات يعني. هول تقدر تستوعب بعد شوي المحاضره اللي بدي اقولها شرحت هول. اذا انت بتشوف هذه الصوره بالمحاضره حاطط لك في ديسبيسمنت هون، حاطط لك هيدا الديسبيسمنت شو عم بيصير. هيدا عم بيصير هون سكندري ديسبيسمنت، هذا شايفين اللي هون الكرانيال بيس، هيدا الانتير، هيدا الكرانيال بيس بده يكبر لقدام، عم بيحط فورس على الزيجوما وعلى الماكزيلا، عم يتفشوا اثنيناتهم لقدام، عم بيصير في عندي مطرح البلاس بوند بوزيشن، وصار في عندي اكيد ديسبيسمنت للماكزيلا، ديسبيسمنت اوف ذا ماكزيلا هي داونورد اند فورورد، اوكي؟ بس البون اب بوزيشن عم بيصير ابورد اند باكورد، البون اب بوزيشن اللي هون ابورد اند باكورد، بس الديسبيسمنت داونورد اند فورورد، اوكي؟ بعيد. هون الانتيريور كرانيال بيس عم بيحط فورس على الماكزيلا، حط فورس عليه خلى الماكزيلا تنزل لقدام. اكيد هلا هو عامل هون اكزاجريشن زيادة يعني، بس عشان يشرح الفكره. بصير في عندي بون اب بوزيشن هون وبون اب بوزيشن هون، فاذا البون اب بوزيشن على الماكزيلا بصير ابورد اند باكورد، بس الديسبيسمنت تاعيتها داونورد اند فورورد. هيدا اكيد تايب من السكندري ديسبيسمنت. هلا بعد ما شرحت كل هول صار في اشرح السيرفس ريمودلينج. عرفت شو هي السيرفس ريمودلينج؟ بنحط من مايلي بون من مايلي بنعمل ريزوربشن. هلا بيقول لك الفيرتيكال جروث تاع الماكزيلا كيف بيصير؟ بيقول لك قلنا اول شيء ممكن يصير عبر السوتشرز، هيدي اول طريقه عبر السوتشرز هون حكينا قبل. والشيء الثاني عبر السيرفس ريمودلينج. شو بيصير عندك؟ بيقول لك الالفيولار بروسيس، هيدا اللي هون الالفيولار بروسيس شو بيعمل؟ بيقول لك ذا فورميشن اوف ذا الالفيولار بروسيس ستارتس اباوت فورث مانث اوف انتيوتراين لايف. يعني الالفيولار بروسيس ببلش يتكون ايمتى؟ برابع شهر داخل الرحم. بيقول لك ذا جروث از باي ابوزيشن. كيف بيكبر الالفيولار بروسيس؟ بيقول لك باي ابوزيشن اوف بون. انا هلا على الماكزيلا بدي اياك تنسى السنان. كيف بيصير؟ بيقول لك جروث هون، بيقول لك بيصير هون ابوزيشن اوف بون هون. كيف بيكبر الالفيولار بروسيس؟ بيقعد كميه بون هون، بيتكون كميه بون هون. عيد هيك، هيدا باي ابوزيشن، باي بون ابوزيشن بيصير في عندي سبيس ينزلوا السنين فيه، اوكي؟ باي بون ابوزيشن، هيدا هو البون ابوزيشن هون. اكيد هيدا المثل اللي اعطيته هون انت وما عندك سنين، مش انت وعندك سنين بيقعد البون يعني. انا بتخيل هون ما فيش سنين، مطرح ما انا اشتغلت هون ما في سنين، انا بس عم اشرح لك كيف بيجي على الالفيولار بروسيس بيصير في عندي بون ديبوزيشن هون بيقعدوا سنين فيه. اكيد هيدا مطرح هو سنين ما بيصير يعني. يعني بدك تتخيلها، يعني بدك تتخيلها بهالطريقه. انت بعد ما عندك سنين، لما بدهم يطلعوا البرايمري تيث شو بيصير فيه؟ بيصير عندي هون بون ديبوزيشن، هون بيصير عندي بون ديبوزيشن، اوكي؟ كميه البون بتكتر، فهيدا اسمه بون ابوزيشن. هيك كمان الفيرتيكال جروث اوف ذا ماكزيلا عم بيزيد. اذا بتشوف وين كانت قبل، الماكزيلا كانت هون، بعد ما حطيت جروث باي فيرتيكال زادت، اوكي؟ هيدا هون عم بيقول لك الفيرتيكال جروث كمان بيكون بالالفيولار بروسيس. بيقول لك ذا فورميشن اوف ذا الفيولار بروسيس انها بتبلش باربع اشهر انتيروتراين لايف. بيقول لك ذا جروث از باي اوبوزيشن اوف بون اون ثري اسبيكتس، على ثلاث محلات.
inferior internal و external in the posterior region. يعني بال posterior region هيدا ال inferior شرحته، عم حط هون على inferior region عم حط bone. على interior و internal و external على posterior region بيقلك يعني facial و lingual. يعني انت وعم تطلع اذا بدك عم تطلع بهون بينحط بون هون على الفيشل وعلى اللينجوال كمان. اوكي هيدا اللي قصده بالانترنال واكسترنال. يعني يعني لما الالفيولاري بروسيس بتكبر ما بتحط بس بون انفيريوري، لا على الفيشل وعلى اللينجوال كمان. هيدا اللي قصده بالانترنال واكسترنال. بقول لك بالبوستيريور ريجن في عندك انفيريور انترنال واكسترنال. انتبه بس بالانتيريور ريجن بس انترنال وانفيريور. هيدا اشرحها يعني ليش ليش على الانتيريور بس في على الانترنال اللي هو قصدي على على الباليتال سيرفيس وانفيريوري اكيد بشكل عادي انفيريور يعني يعني بال بطبيعه الحال على الانتيريور انفيريور اكيد بدي كتره يعني يعني انا اكيد اذا بدي كبر الفيرتيكال جروث اوف ذا ماكسيلا اكيد بدي احط هون هون بون اوكي انفيريورلي. بس شو عم بيقول لك الشيء الغريب؟ الشيء الغريب شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك انه هون بيصير في عندك ريزوربشن. هيدا اللي هون البارت من الماكسيلا هيدا عم بيقول لك بيصير في ريزوربشن. هيدا هون ما بينحط بون فيه، اللي بينحط بون هو من جوا من جوا من هون بينحط من البلت مش من ال مش من هون. هيدا المحل بينعمل له ريزوربشن. ليش؟ تقول لك شو بيصير من ورا البرايمري ديسبليسمنت. رح ارجع عيد رح ارجع اشرحها. يعني هيدي الانتيريور كرانيال بيس بيحط فورس على الماكسيلا، بيقوم الماكسيلا كله سبا بينتقل لقدام. لما بيحط فورس عليه الانتيرير الانتيرير كرانيال بيس بيحط فورس عليه للماكسيلا اللي حينتقل لقدام. لما حينتقل لقدام حتى ما يصير في عندي كتير كميه بون هون على هيدا البارت اللي هون من من البون على هيدا البارت اللي هون بيصير في عندي هون ريزوربشن. هيدا البارت اللي هون بيدوب من الماكسيلا، هيدا البارت اللي هون بيتاكل. ليش؟ بيقول لك عشان انت صار في عندك primary displacement. The primary displacement already قربت ماكسيلا لقدام، فهون بيصير في عندك شوية resorption. اوكي هيدا عيدك عم بيقول لك هون عم بيقول لك هون internal internal inferior على anterior. ما في عندك external من برا، external بيصير في عندك resorption. هيدي ما تنساها. يعني هالصورة كمان بيشرح لك دايما على anterior aspect of the maxilla بيصير في عندك resorption. بس هيدا كيف بيتعوض؟ بنحط من هون بون من المحل الثاني. شايف وين؟ دائما الانتيرير بارت اوف ذا ماكسيلا هيدا بيتاكل هون، بنحط بون من جوا من ناحيه البالت. اوكي هيدا الانتيرير بارت تاع الماكسيلا ديورينج جروث بيتاكل، في عندي ماينس هون بينما بينزاد من جوا. اوكي واكيد في عندي ديسبيسمنت. يعني لما بيصير في عندي ديسبيسمنت لما الماكسيلا كلها بتنتقل من محل لمحل وبده يصير في جروث، هيدا الانتيرير بارت بيتاكل هون وهيدا البارت من هون بينزاد من جوا. اوكي يعني من ميلة الاندوستيوم البون بيكتر، من ميلة البريوستيوم البون بيقل. بعيد انت والماكسيلا عم تنتقل، من ميلة الاندوستيوم من جوا البون رح يكتر، من ميلة البريوستيوم البون رح يتاكل. هيدي بهت تنسأل بالامتحان. يعني لحتى اشرح البارت رح اخد هيدا على الفوتوشوب وانتقل اشرحها هونيك. هيدي من فوتوشوب يعني اشرح البلد كيف بيصير في عنا vertical growth بالبلد. هذه الفقرة اكيد كانت موجودة بمحاضرة بغداد. بيقول لك بلد there will be resorption on the superior aspect. طيب هيدا البلد اللي هون عم نشوف، هيدا هون هو البلد وهيدي هو nasal floor. طيب لحطك بس اتأكد انك فهمان اي صورة. هيدي رح اخد على السكال، هيدي السكال من هون. اوكي انا عم بتطلع من السكال، هيدي هي المكزيلا، هيدا هون في عند nasal floor، هيدا هون الفلور اوف ذا نوز. يعني هيدا مطرح ما عم اشير هو الفلور اوف ذا نوز. اذا بيجي من هون شوف انه في البلت والفلور اوف ذا نوز جيران. يعني هيدا على الطابق الارضي، هيدا على الطابق اللي فوق. اوكي البلت هون نيزل فلور هون دغري مباشره فوقه. يعني اوكي حط بعضه. انا هلا هيدي الصوره اللي عم بعرضها كانه عم نطلع هيك جايين من ورا وعم نطلع اكيد بس بلا هيدي السكال. يعني اوكي فهذا هون شو عندي؟ عندي هيدا هون هيدا النيزل كافيتي. هاي شايفين هيدي اللي هون هيدي البيريفورم ابيرتشر، هيدي فتحة النيزل كافيتي.
هيدي هي الفرجيتها من شوي، هي هيدي. اوكي هيدي البري فورم ابريتشر بسموها، فتحة النيزل كافيتي. اوكي هيدي اللي عم نطلع، بس عم نطلع عليها اكيد مثل ما قلنا من ورا، عم نطلع فروم ذا باك. اوكي طيب شو عندي هون؟ عندي هيدا الفلور اوف ذا نوز، هيدا الفلور اوف ذا نيزل كافيتي، وهيدا البالت هون. طيب هيدا اكيد هون اللي هون هو هيدا السبتوم مثل ما قلنا. اوكي واكيد هيدي هالماكزيلا هون، هيدي الماكزيلا يعني، وهذا هون اكيد الاثمويد اللي نازل منه البرمانديكولار بليت اوف اثمويد. عرضت انا عم بشرح بالكرافت بالت يعني. طيب بقول لك هلا بالت كيف بيصير الفيرتيكال كروش؟ بقول لك ذير ويل بي ريزوربشن اوف ذا سوبيريور اسبيكت، يعني هيدي الماكزيلا كيف بتنزل فيرتيكلي حسب ما عم بيقول لك ببغداد. بيقول لك على البارت اللي فوق شو بيصير في عندك؟ there will be resorption on the superior aspect. هيدا هون عمطرح عمطرح النوز حيصير في عندي resorption. اوكي هيدا حيصير في resorption، وين اللي حيصير opposition؟ opposition بيقول لك وين؟ and opposition on the inferior aspect على الاورال، رح يجي هون ينحط بون. اوكي رح يجي هون ينحط بون، يعني من هون حيصير في عندي resorption. هون رح يصير في عندي resorption للفلور اوف ذا نوز، ورح يصير عندي من ميلة البالت deep position بعيد من محل النوز، حيصير في عندي resorption من ميلة البالت، في عندي opposition، وهيك رح هيك بطبيعة الحال رح تنزل الماكزيلا كيف؟ داونورد. الماكزيلا هيك رح تنزل داونورد. انا كمان بس رح اعلي شوي وفرجيك كيف حنقارنهم بيناتهم. ان هيدي ها مثلا كانت هون، لكن عم نشوف مع بعضهم الماكزيلا اذا بتقارن اللي فوق مع اللي تحت، هيدي بتحس الماكزيلا نزلت لتحت، وشو صار بفتحة الانف؟ توسعت. ليش انت مع العمر بدك تتوسع هيدي فتحة الانف البريفورم ابريتشر؟ ليه بدك تفتحها هيدي؟ لان انت ما تنسى انه هو لما عم يكبر العضلات تعينه عم يكبروا، فهو بحاجة لأكسجين اكتر، فبحاجة يفوت من هون كمية هواء اكتر كل ما عم يكبر الانسان يعني. اوكي هو صغير العضلات بعد ما انها فولي ديفلوبت، فكميه الاكسجين اللي بده يفوت بده يكون اقل من كميه الاكسجين اللي بياخده الادل، اللي صار في عنده جسم اكبر وعضلات اكبر وعنده وظائف بده يعملها اكثر، فكميه الهواء المفروض تفوت هون لازم تكون اكثر. عيد هيك هيدي البريفورم ابريتشر بصير في عندك على النيزل فلور، بصير في عندك ريزوربشن. لما بصير في عندك ريزوربشن على النيزل فلور صار في عندك قدره اكثر تفوت هواء. اوكي بصير في عندك بطبيعة الحال أبوزيشن من ناحية البلد. فإذا الماكزيلا بتكبر داونورد أند فورورد، كيف كمان البلد بصير في عليه أبوزيشن أوف ذا بون، ومن محل النيزل كافيتي بصير في عندي ريزوربشن. هون عم بيقول لك وتش ويل برينج ذا بلد داونورد، أكيد لما حيصير هيك أكيد البلد رح ينزل لتحت، يعني البلد كان هون رح ينزل هون، كمية العظم أكيد تاعته زادت. هون انتبه على هيدي inferior aspect والoral مثل بعضهم هون. اوكي والنيزل aspect والsuperior هول مثل بعضهم، يعني هون مساقبين مثل راتفات، هيدا لانه النوز superior هو نيزل aspect، والoral لانه هو تحت فهو inferior aspect، ما تضيع فيهم. طيب هيدا vertical growth نرجع من عيدهم. vertical growth في عندي ممكن يصير بطريقتين، يا عبر السوتشرز او بالسيرفس ريمودلينج. فيرتيكال جروث عندي طريقين، يا عبر السوتشرز بالماكزيلا او عبر السيرفس ريمودلينج. اوكي بس هو اثنين بيصيروا يعني هو اكيد مش هيدا او هيدا، هو اثنين بيصيروا مع بعضهم يعني، اثنيناتهم بيصيروا. السوتشرز عم تكبر وعم بيصير في اوبوزيشن، مش انه هيدي خيار هيدا يا بيصير هيك يا بيصير هيك، لا هو اثنين عم بيصيروا. فيرتيكال جروث عبر السوتشرز، وفيرتيكال جروث عبر البون اب بوزيشن.
قلنا بالفيرتيكال جروث عبر البون ابوزيشن قلنا اول شيء الفيولار بروسيس لما بيكبر الفيولار بروسيس هيطلع عند هيطلع عند بون اكثر حتزيد الفيرتيكال. وقلنا دائما على الانتيريور ريجن انترنال وانفيريور، على الاكسترنال ما في، على الليبيال بليت بيصير في عندي ريزوربشن ما بيصير في عندي بون ابوزيشن. طيب وقلنا على البلت كيف يعني بشوي. هلا حنحكي على الانترو بوستيريور جروث، حكينا هون على الفيرتيكال، هلا حنحكي هون على الانترو بوستيريور جروث. واذا بتشوفوا فوق كنا حاكين على الترانسفيرس كيف بيصير، قلنا انه على الترانسفيرس كمان بيصير في عنا ابوزيشن وفي عنا السوتشرز بيشتغلوا الانترماكسيري سوتشر والانتربراتاين والانترنيزل بالاضافه للبون ابوزيشن، هول اللي بيوسعوا لي الماكسيلا. طيب هلا رح انزل احكي على الانتيريو بوستيريور جروث، ما حكينا عنه كيف، حكينا عنه عبر السوتشر بس ما حكينا عن الانتيريو بوستيريور جروث لما بيصير في عندي سيرفيس ريمودلينج. هون ما تنسى شو حطيت لك، سيرفيس ريمودلينج which occurs by vertical growth، وهون باي انتيريو بوستيريور جروث. فوق حطيت لك vertical and anterior posterior it's accomplished by two way opposition of the bones at sutures، والطريقه الثانيه هي surface remodeling. اوكي هيدي هون حكي عن السوتشرز، هون عم يحكي عن surface remodeling. حكي اول شيء على الفيرتيكال، حكي هون على الانتيريو بوستيريور. اكيد هيدي اللي فوق الفيرتيكال اند انتيريو بوستيريور سوا، يعني لما هون مفاجئت بالفيديو لما هول السوتشرز بيقربوا لقدام بصير في عندي vertical و anterior posterior growth. طيب هلا رح احكي surface remodeling اللي بيصير استخدام الانتيرو بوستيريور جروث. بس قبل ما احكي على هيدي بدي اشرح هيدي اللي هون، هيدي ديفلوبمنت اوف ذا تيوبيروسيتي. هيدي بدي ارجع لك على البرايمري ديسبيسمنت، بدنا نرجع على الكتاب نقرا البرايمري ديسبيسمنت عشان تفهم اكثر شو هي. انا الحوار هون على البرايمري ديسبيسمنت، بقول لك برايمري ديسبيسمنت قلنا ديسبيسمنت هو الانتقال من محل لمحل ديسبيسز. طيب بقول لك برايمري ديسبيسمنت اوكيرز وان ذا اكتوال انلارجمنت، لما الاكتوال الحقيقي اللارجمنت تضخم، لما بيصير في عندك تضخم بشو اوف ذا بون، بقول لك occurs where the actual enlargement of the bone will change its position in space. لما تضخم العظمه هيدي رح يغيرها موقعها بالسبيس، رح يغير البوزيشن تاعها بالسبيس مطرح ما هي تكون لازم تكون موجوده. هيدا الانلارجمنت غير البوزيشن تاعها. اوكي كانت هي بمحل، لما كبرت صارت بمحل ثاني. بقول لك in other words بكلمات تانية primary displacement of the bone هيدا شو هو is brought about by its own enlargement. كيف بيصير عندي primary displacement للعظمة؟ هي لما العظمة تكبر. اوكي by its own enlargement هيدي own مش حدا بيتفشها، هي بتكبر فهيدا فبيصير displacement. بقول لك primary displacement of the maxilla in a forward direction، المكزيلا بتقرب بصير في عندها primary displacement باتجاه الأمام occurs due to growth by the maxillary tuberosity in a posterior direction. هيدي ركز عليها منين، قال لك المكزيلا بتكبر لقدام primary displacement، المكزيلا عم تزيح لقدام إذا بدكن عم تتقدم لقدام، تبهو displacement عم تنتقل من محل لمحل. كيف بصير في عندي primary displacement of the maxilla in a forward direction، كيف تنتقل المكزيلا إلى الأمام؟ هيدا بسبب شو occurs due to growth by maxillary tuberosity in the posterior region. لما المكزيلا tuberosity بتكبر بالposterior region بصير في عندي المكزيلا بتقرب لقدام. هيدي الجملة شرحها أنا على الفوتوشوب، رح أخذها سكرين شوت واشرحها. بس هون كمان عم بيقول لك كلمة، بيقول لك the amount of anterior displacement is equal to the amount of posterior lengthening. هيدي هون رح ركز عليها كمان، هيدي هالجملة بيقول لك كمية الانتقال الى الامام هي ايكوال لكميه اللانكثنينج اذا بدكم اطاله العظم من الخلف. اوكي يعني الانتقال الامامي للمكزيلا اللي صار في الانتيري ديسبيسمنت هيدا ايكوال لشو؟ ايكوال لكميه اللانكثنينج، لكميه اذا بدكم اطاله العظم اللي صارت من الخلف. طيب خلينا بس نقرا شو عم بقول لك. قال لك primary displacement of maxilla in forward direction، يعني هيك، يعني لما المكزيلا بتقرب لقدام
هيدا اللي قصده بالفورورد ديسبيسمنت. بيقول لك هون برايمري ديسبيسمنت اوف ماكسيلا ان فورورد دايركشن، هي هيدا انه تقرب الماكسيلا لقدام فورورد دايركشن. هيدا انتبه، هيدا هون ما في نمو، هيدا اسمه ديسبيسمنت. العظمه عم تنتقل من محل لمحل. وين رح يصير عمليه البون ريزوربشن لما حتنتقل العظم هون على التيوبيروسيتي؟ هون رح يجي يتكون عندي عظم بعد ما انتقلت الماكسيلا من هالمحل، رح يجي هون يتكون، صار في عندي سبيس يتكون عظم. قبل وين كانت الماكسيلا؟ كانت قاعده الماكسيلا هون كيف، وين بدك تحط عظم؟ هيدا هون في عندك التريجويد بليتس، التريجويد بليتس معلقين بمين؟ التريجويد بليتس معلقين بالسفينويد بون. سفينويد وين؟ سفينويد وين بون هي وين؟ بالميدل كرانيال فوسا. اوكي، هيدا التريجويد بليت قاعده بقلب السفينويد، هيدي السفينويد هون، السفينويد قاعده بالميدل كرانيال فوسا، يعني بالكرانيوم، يعني الماكسيلا بدها تدفش الكرانيوم حتى تقعد هون، مستحيل. يعني شو الطريقه لحتى الماكسيلا يقدر ينعمل لها ديبوزيشن؟ تعمل ديسبيسمنت. هذا الديسبيسمنت قلنا شو ممكن يكون سببه؟ الماسلز اللي بتحيط بالماكسيلا والسوفت تيشو. هيدي هيك بتقول الفانكشنال ماتريكس ثيوري، انه الماسلز والسوفت تيشو بيقربوها شوي للماكسيلا، بصير في عندي سبيس هون. اوكي، لما بصير في عندي سبيس هون ساعتها بيجيب ساعتها البون بينعمل ديبوزيشن. هون بصير في عندي سبيس بينعمل ديبوزيشن، بقول لك والماكسيلا تيوبيروستي بتكبر بهالطريقه. شو بيكون صار في عندك؟ الماكسيلا صارت اطول. اذا بتقارن الماكسيلا قبل قد كانت هالقد، هلا صارت هالقد اكيد اكبر يعني. اوكي، هلا صار في هيدي هون الحقره، بيقول لك البرايمري ديسبيسمنت شفناها اوف ماكسيلا اني فور دايركشن اوكرز ديو شو ديو تو جروث باي ماكسيلا تيوبيروستي اني بوستيرير دايركشن. هون هيدا الجروث اللي هون ادى انه هيدي الماكسيلا تقرب لقدام، او بطريقه ثانيه المكزلة لما قربت لقدام صار في عندي جروث هون. اوكي، يعني حسب الفانكشنال ماتريكس ثيوري مثل ما قلنا، الماسلز والسوفت تيشو بتقرب المكزلة لقدام، بصير في عندي سبيس هون بيقدر ينعمل بوند ديبوزيشن. بس هيدا البوند ديبوزيشن اللي صار على المكزلة التيوبيروستي عامل المكزلة اطول. اوكي، فبيقول لك هون برايمري ديسبيسمنت اوف مكزلة ان فورورد دايركشن اوكرز ديو تو جروث باي مكزلة تيوبيروستي ان بوستيري دايركشن. اوكي، هيدا اللي عم تقوله هون. هلا كمان في نظريه ثانيه شو بتقول؟ انه مش غير الفانكشنال ماتريكس ثيوري، بتقول لك انت هون لما بتقول لك قبل ما انت يصير في ديسبيسمنت، هيدا شويه البون اللي حينحط هون بين التريجويد بليتس، سوري، الكميه البون القليل اللي حتنحط بين التريجويد بليتس والماكسيلا رح تكون دافع للماكسيلا انه يقرب لقدام، يعني حتخلي الماكسيلا هيدا يحس في بريشر عليه يقوم يقرب لقدام. هيدي احد النظريات غير الفانكشنال ماتريكس، يعني ما حدا بيعرف بالضبط شو الكيفيه اللي وليش بينتقل فيها بصير في عندي ديسبيسمنت لقدام، سواء هي كانت فانكشنال ماتريكس او انه هالشويه العظم اللي ممكن ينحطوا بين الماكسيلا والتريجويد بون هن عم بيخلوا الماكسيلا يقرب لقدام يعني. اوكي، فهيدا شيء مش معروف، بس انه بصير في عندي الماكسيلا بتقرب لقدام، بصير في عندي سبيس بقدر احط ال تيوبيروستي ينعمل لها بون. بقول لك ذا اماونت اوف انتيريور ديسبيسمنت، يعني هيدي الكميه اللي هون equal to the amount of anterior displacement is equal to the amount of posterior lengthening. انا مطرح لما هون حطيت عظم، هيدي الكميه اللي مشت فيها لقدام الماكسيلا equal لهالكميه اللي انعمل لها deposition. اوكي، بعيد الماكسيلا قديش قرب هون؟ قرب هالمسافه، كان هون صار هون، بعيد كان الماكسيلا هون، وين صار؟ قرب صار هون. بقى هيدي the amount of anterior displacement، انتقال الماكسيلا من محل لمحل، is equal to the amount of posterior lengthening. ورا الماكسيلا قديش توسعت بقدر هالقيمة اللي صار displacement. هون صار في عندك الماكسيلا عملت posterior lengthening بقدر القيمة اللي عملها displacement. اوكي،
بيقول لك هون البيريوستيال سيرفيس اوف ذا تيوبيروس اللي هيدي انا حطيت عليها ريسيفز كونتينيوس ديبوزيتس اوف نيو بون، يعني بتستقبل ديبوزيتس كميات من البون بشكل مستمر، هودي كونتينيوس مستمر، يعني بتستقبل كميات من العظم بشكل مستمر، مما يؤدي اند ريزالتس ان هوريزونتال لانكثنج اوف ذا ماكسيلاري ارش. هذا بيؤدي اكيد انه الماكسيلاري ارش يقرب لقدام. طيب بالنسبه للسكندري ديسبيسمنت بيقول لك اون ذا اذر هاند اوكيرز وان ذا جروث اوف وان بون ريزالتس ان تشينج ان ذا سبيس بوزيشن اوف ان ادجيسنت. ما هيدي كمان عرضتها، قلت لك كيف انه زيجوماتيك بون اذا كبرت بدها تاخذ الماكسيلا. هلا في شيء اهم من زيجوماتيك بون، هو بقول لك نيزو ماكسيلاري كومبلكس جروز باي سكندري ترانسليشن ديورينج برايمري دنتيشن. خلال فتره البرايمري دنتيشن النيزو ماكسيلاري كومبلكس بيكبر بسكندري دنتيشن. بقول لك اذى ماكسيلا لان الماكسيلا از اتاشت تو ذا كرانيال بيس، لان الماكسيلا ملزقه بالكرانيال بيس. هالماكسيلا هون معلقه بالكرانيال بيس، اذا بتشوف هيدا هون التريجويد والتريجويد هيدا هون وهيدي هون سفينويد، اوكي؟ فهي معلقه بالكرانيال بيس عبر هالجنكشن اللي هون، فلان معلقه هالجنكشن اذا هيدا البيس بده يكبر، يعني اذا هيدا الكرانيوم هيدا اللي هون عمل اكسبانجن، يعني سوري اذا الكرانيوم كبر شو هيعمل بالماكسيلا؟ طبيعة الحال بده يحط فورس عليه. الماكسيلا شو هيعمل بهالحالة؟ بده يقرب لقدام، بده يعمله سكندري ديسبليسمنت، لان هيدا عم يضغط عليه. الماكسيلا اللي هي الكرانيال بيس هو عم يكبر، رح يحط فورس على الماكسيلا. شو كيف عم بيقرب هون؟ فلما بيحط فورس على الماكسيلا بيضطر الماكسيلا يقرب لقدام، يعني هذا اسمه secondary displacement. يعني هذا عم بيقول لك هون اذا ماكسيلا از اتاتش تو ذا كرانيال بيس، لان الماكسيلا معلقه بالكرانيال بيس. growth occurring at the cranial base، صار في growth بالكرانيال بيس مطرح ما فرجيت، produces a passive secondary displacement of the nasomaxillary complex in a downward and forward direction، بيودي النيزوماكسيلاري كومبلكس لتحت ولقدام. شايفين هذا عم بيحط فورس عليه الكرانيال بيس، بيخلي الماكسيلا تنزل downward and forward. بينما بالبرايمري displacement المكزلة هي لحالة بتكبر ذاتيا مش من ورا بون تاني. بيقول لك هون the primary displacement of maxilla in forward direction occurs due to growth by maxillary tuberosity in posterior and superior direction. حكينا هيدي طيب هيدي هون عم بيقول لك anterior posterior growth occurs by development of the tuberosity. عرفنا كيف انه development of the tuberosity بتخلي اللنكث تاع المانديبل increase. بيقول لك an opposition on the posterior aspect of the horizontal part of the palate. The horizontal part of the palate هو هيدا. هيدا horizontal part of the palate. Okay. هيدا horizontal part. بيقول لك عفوا هيدا 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 المكسيلاري. البالات هو هيدا اللي هون. هيدا البالات. هيدا horizontal part. بيقول لك انه اذا هيدا كبر. ما تنسى انه انت هون اذا هيدا كبر لقدام. هيدا. شو حيصير؟ رح يصير اكيد يقرب لقدام المكسيلا. يعني قصده اذا هون بنحط بون، اذا بيجي انا بحط هون بون اكيد المكسيلا رح تكبر. يعني اذا بيجي بحطها المحل هو عم بيقول هيك هالشيء، عم بيقول ان اقول لك ان بوزيشن اون ذا بوستيرير اسبيكت اوف ذا هوريزونتال بارت اوف ذا باليت. هيدا اللي هون هو الهوريزونتال بارت اوف ذا باليت. اذا انا بيجي بحط وراه بون اكيد اللينث اوف ذا مكسيلا بده يكبر. يعني واخر شيء هذا اللي حكيت عنه فوق قلنا انتيريور الفيولر جروث. كيف بيصير انتيري الفيولر جروث؟ بيصير في عندك ريزوربشن ان ذا فيستيبولار بارت. اوعى تنسى ان الريزوربشن بيصير بالفيشل بالماكسيلا، ريزوربشن ان ذا فيستيبولار بارت اند ابوزيشن اون ذا انفيرير اند باليتال بارت. هيدي اللي حكيت عنها فوق. هيدي انا هون اذا بتتذكروا قلت لما ريزوربشن بده يصير وين؟ قلنا بيصير هون الريزوربشن. ريزوربشن على الانتيرير بارت اوف ذا باليت، هيدي ما ننساها. ريزوربشن على الانتيرير بارت هون بيصير في عندي ريزوربشن. عفوا نقلت ماكسيلا، قصدي عقلت بلد هي الماكسيلا. يعني هون هالمحل المفروض يصير في عندي ريزوربشن. هيدا المحل اللي هون المفروض ينعمل له ريزوربشن مثل ما قلنا، يعني اوكي بصير في عندي بون ابوزيشن من جوا. شرحنا هيدا الشيء.
هلا عم يحكي على النوز، بيقول لك the superior part of the nose wedged between the orbits، يعني رح اقول لك شو هيدي اللي هون اللي بون اسمها النيزل بون، هيدي مثل ما قلنا في عنا سوتشر بالنص بعدين اسمه الانتر نيزل سوتشر. هلا هيدي البون بتوقف تكبر على 10 سنين، ال 10 years هيدا العظم ببلش ببطل يكبر. شو بضل يكبر؟ بضل يكبر السوفت تيشو اللي موجود هون تاع النوز والكارتلج، اوكي؟ بيكبر بس سوفت تيشو، هيدي العظم اللي هون بتبطل تكبر. بيقول لك على ال 10 سنين شو بيقول لك؟ بيقول لك the superior part of the nose wedges between the orbit and the nasal cavity، يعني البارت من النوز اللي محصور بين الاوربتس، يعني هيدا اللي هون انا في عندي هيدي الاوربت وهيدي الاوربت محجر العين، بيقول لك البارت من النوز اللي محشور بين الاوربت والاوربت اللي هون and the nasal cavity والنيزل كافيتي، هيدي هي النيزل كافيتي. شو بي؟ بيقول لك develops on their inferior part. شو يعني on their inferior part؟ النوز اللي هون بيكبر تحت هالبون. انت ما تنسى النوز معمول من شو؟ معمول من بون، من سبتوم ومن soft tissue. بيقول لك البون بده النوز انا رح ارسم لك، رح اخد هالصورة على فوتوشوب واشرح لك. انا رح ارسم لك المنخار، هيدي هون العظم تاعه، رح ارسم لك المنخار رح فرجيك اياه كمان 3D. بس رح ترجع اذكر بشغله، هيدا النوز هون هيدي النيزل بون، اوكي؟ ها النيزل بون تاعت النوز، هيدي النيزل بون هون، هيدي النيزل بون. انا قسم الوجه لاثنين تتشوفوا انت، هيدا في عندك سكال هون وسكن تحت النوز هون، في عندك هيدي النيزل بون، هيدي اللي هون على الشمال وعلى اليمين بتقف تكبر على 10. تحت في عندي كارتليج، هذا الكارتليج اللي مبين هون، في عندي سوفت تيشو. شو بيقول لك هو كل اللي حكيه ببغداد؟ بيقول لك هيدي النيزل بون بتبطل تكبر على 10 سنين. شو اللي بضل عم يكبر؟ كل شيء تحت لهيدي النيزل بون، يعني هالنيزل بون احيه هون، كل شيء تحت لهالنيزل بون هذا اللي هون بالنوز مثلا تنعلمها، يعني كل شيء تحت النيزل بون كله هيدا بالنوز رح يكبر، اوكي؟ سواء كانت ترانسفيرس او فيرتيكال. هيدا اللي كان اللي عم بيقوله بالمحاضره بغداد، عم بيقول لك انه هيدا النيزل بون بتوقف تكبر على 10 سنين، فالنوز بصير يكبر عبر السوفت تيشو تاعه وعبر الكارتلج. اكيد هون عم يحكي هو ترانسفيرسال جروث يعني وفيرتيكال جروث، هيدا اللي عم يحكيه بالمحاضره. سوبيريور بارت اوف ذا نوز شو هو؟ النيزل بون واتش between the orbits، قاعدة هيدي النيزل بون بين الاوربتس بين محجر العين and the nasal cavity، هيدي النيزل كافيتي هون، هيدي النيزل بون، في النيزل كافيتي تحتها وفي الاوربت. develops particularly on the inferior part، انه هيدا النوز ببلش يعمل developing بعد العشر سنين تحت النيزل بون. الجملة الانجليزية بصراحة مش مزبوطة، يعني كانجلش مش مزبوطة، الحكي في تخبيص بالانجلش. بيقول لك on their inferior part from 10 years of age and continue to develop، بتقول لك انه بيتابع النيزل ريجن يعمل developing in the vertical and transverse، هيدا ال vertical وهيدا transverse، انه النوز بضل عم يعمل developing تحت النيزل بون بال vertical وبال transverse، يعني transverse هيك vertical هيك، which is in relation with the descending palate، اكيد اللي هو له علاقه بال descending palate، هيدا هو ال palate اللي هون، descending يعني اللي عم ينزل، نحن حكينا انه ال palate بيكون عم ينزل دائما. ف during the growth nasal cavity nasal floor بنعمل له resorption والبالت بنعمل له deposition of bone، فهيدا النيزل ريجن لانه البالت عم ينزل فالنيزل ريجن كمان بده ينزل معه، هيدا البالت عم ينزل هون، وقلنا لان عم تتوسع النوز البالت كيف عم ينزل؟ عم بيصير في deposition، النوز كيف عم ينزل لتحت؟ عم بيصير في عندي resorption هون، فهيدا اللي عم بيقول، بيقول لك انه الجروث اكيد هو رح يلحق ديسندنج بارت، بس رح يكون الجروث بهالبارت اللي هو تحت النيزل بون، سواء كان بيكون هالجروث ترانسفيرس او فيرتيكال، اكيد فيرتيكال له علاقه بالنيزل فلور يعني والترانسفيرس. بيقول لك هون على المكزيري ساينس اخر شيء، بيقول لك اذا مكزيري ساينس هذا فوليوم اوف سمول بي بيكون قد حبه البازيلا يعني،
يعني هذا البي اللي هون بيكون قد حبة البازلة. إذا بتشوف هون أنت حتى مش شايف الساينس يعني هون. لما بيكونوا بعدك الطفل هون هون أكيد مبين هذا الساينس هون أكيد مبين. بس إنه لما بيكون بعده الإنسان بعده خلقان أو بعده صغير المكزيري ساينس ما بيبين يعني. بيقلك على الراديوغراف هو موجود بس على الراديوغراف ما بيبين. بيقلك هذا ساينس هذا فوليوم أوف سمول بي لما بيخلق بيكون عندك تقريبا حجمه أز سمول بي. The eruption of the deciduous teeth لما بيعملوا deciduous teeth eruption أكيد حيغيروا له هالفوليوم. It will modify its volume يعني حيغيروا هالفوليوم. And it increases in size with the eruption of the first molar. ولا حيزيد بعد حجمه أكتر هيدا الساينس اللي هون المكزيري ساينس لما الفيرست مولر بيعمل إيرابشن. بقلك about 8 years الفيرست مولر بيعمل إيرابشن على 6 سنين. بقلك about 8 years يعني بعمر 8 سنين بيصير في عندك هيدا المكزيري ساينس عنده شكله مثل الهرم. It has a pyramidal form. That will length هيدا المكزيري ساينس رح يعمل lengthening رح يكبر بعد أكتر after the eruption of the canine and the last molar. أكيد لما بينزل بعد 8 سنين البيرمنت أكيد المكزيري ساينس رح يكبر. أكيد أنت عم تشوف أنت هون المكزيري ساينس لما بيكبر أكيد بده ياخد لل بشكل منطقي المكزيلا لتحت وبده ياخدها شوية lateral. توسع الساينس بسموه pneumatization رح أكتب لك إياها. نوماتيزيشن هذا لما الساينس بيتوسع اسمه نوماتيزيشن. طيب هذا هو هون المكزيري ساينس. هذا هون المكزيري ساينس مثل ما عم نشوف هذا المكزيري ساينس بالاحمر هذا اللي هون طبيعة الحال هذا انت تخيل بده يتوسع. لما حيتوسع شو حيعمل؟ حيروح هيك نهاية الترانسفيرس رح يكبر المكزيلا ترانسفيرس. واذا كل ما عمل نوماتيزيشن باتجاه لتحت اكيد بده ياخذ نوعا ما المكزيلا معه. اوكي بالمبدا هذا خلص البارت تاع المكزيلا. بضل في عندنا البارت للماندبل.